طبعا دراسات طبيه كتير اتعملت عن مدى تاثير السمنه عن صحه الجسم العامه، وانها بتخلي الشخص معرض للاصابه بامراض كتير. لكن على الرغم من كده الا ان لحد وقتنا الحالي لسه في ناس مش مدركه حجم خطوره مرض السمنه على صحتها العضويه والنفسيه. فعلشان كده هيكون موضوع نقاش فقرتنا النهارده، وكمان هنتكلم عن ازاي نخس بشكل صحي مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو دكتور ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا بيك يا دكتور ريم، منورانا في هذا الزي الملائكي. حبيبتي انت القمر. عامله ايه حبيبه قلبي؟ الحمد لله. قول لنا بقى الموضوع الكبير ده، ما تدينا نبذه كده بسيطه نبدا بيها الحلقه. قول لنا علشان كل اصدقائنا بجد اللي مختلط عليهم الامر ومش مدركين يعني اهميه الموضوع ده، قول لنا ممكن حط لنا كده نقط على الحاجات المهمه في حياتنا. حط لك نقط ايه؟ انا عايزه اقول لكم احط نقط اي حد فين ولا فين ولا فين. انا عايزه اقول لك ان اي حد عنده مرض عضوي لو هو زايد في الوزن بالذات المنطقه بتاعه البطن عنده كبيره هيلاقي ان السبب فيها هو ده، هو السمنه، هي الدهون الزياده دي. لان خلي بالك احنا عندنا حاجه اسمها فيسترال فات، او اللي هي الدهون اللي حوالين الاحشاء اللي هي جوه. يعني في دهون خارجيه احنا بنشوفها، وفي دهون بتبقى حوالين الكبد والكلام ده، صحيح. اللي بيعمل الكبد الدهني اللي هو بيجيب مشاكل صحيه كتيره. فهو الفاتس الزياده او الدهون الزياده اللي هي مضره، اللي هي بتكون زياده عن احتياج جسمي، بتتخزن في جسمي بشكل كبير، بتتخزن على الاورجنز او الاحشاء بتاعتي، هي سبب 90% من الامراض اللي بتحصل لي، من سكر وضغط ومشاكل جهاز هضمي، مشاكل جهاز عصبي، مشاكل قلب، كل حاجه ممكن تتخيليها السمنه ليها دور فيها. اوكي، طيب احنا بقى عايزين النهارده ايه يعني ما نتكلم بقى كده ببساطه، عايزين نعالج الموضوع ده ونقول لكل الناس اللي عندها مشكله في السمنه، قبل الناس اللي بتبدا تاخد كده يعني زي ما بيقولوا ايه استشعرت انها داخله على سمنه، والناس اللي لا قدر الله دخلت في السمنه وعايزه تلاقي علاج امن، لان في ناس كتير قوي بتخاف تاخد اي حاجه علشان تخس او عشان تساعد نفسها حتى في نظام اكل صحي او في اسلوب حياه لتغذيه كويسه. قول لنا بقى يعني ايه اللي ممكن نستخدمه، ونتكلم اكتر لو لسه لينا اصدقاء اول مره يشاركوا معانا في الفقره دلوقتي ويسمعوا احنا كنا بنتكلم قبل كده في الفقرات اللي فاتت عن ايه. طيب انا بس عايزه اوضح، هي السمنه دي يعني اي حد مليان يقول انا عندي سمنه ولا لا؟ لا، انا عندي مؤشر لكتله الجسم اللي هو بادي ماس اندكس. المؤشر ده لو زاد عن 30 ده بيتحسب ازاي؟ بيبقى الوزن على مربع الطول. تمام، بيطلع لي رقم، الرقم ده لو زاد عن 30 او 35 انا كده ابقى في مرحله مش الطف حاجه، يعني اخلي بالي. لو وصلت للاربعينات لا انا كده خلاص، انا كده اكيد انا عندي سمنه، وممكن تكون كمان سمنه من الدرجه الثانيه. اوكي، طيب انا عايز اعالج ده. الموضوع معتمد على انه انا الحاجه اللي بدخلها جوه جسمي عامله ازاي، انا باكل ايه، صح، باكل الطريقه عامله ازاي، نوعيه اكلي والكميات اللي المفروض تدخلي. فاول حاجه ببتدي بيها ببتدي دايت. ناس دايما لما بتيجي تبتدي دايت بتقول لا انا عايزه حاجه تحفزني شويه، او في معتقدات كده عند الناس اللي هو الدايت لوحده ما بيعملش حاجه، فلازم حاجه تزق معايا الدنيا شوية. أيوة. بالظبط، مش عيب يعني. لا طبعا مش عيب، طول ما الحاجه دي طبيعيه وامنه زي اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اللي هو بيستا. انا اقدر اخده عادي، ما فيش اي مشكله خالص. كويس، بيستا هيساعدني في التقليل بتاع الاعراض بتاعه السمنه او مرض السمنه، بان انا انزل في الدهون الزياده اللي موجوده عندي دي، سواء هي كانت باينه على شكل جسمي، سواء ان هي كانت على الاحشاء عندي، لان هو بيخليني اتحكم في كميه الاكل اللي انا باكله، وغير كده كمان بيساعدني على الحرق. ليه بقى؟ لان هو في ثلاث مكونات رئيسيه، هو الالياف. الالياف هي اكتر حاجه بتسد النفس، بتخش جوه المعده، بتاخد حيز كبير، وهو اول منتج فيه ثلاث انواع من الالياف اللي هم قشور السيليوم، رده القمح، وكمان الشوفان. كفيلين ان انا لما اخد الكوبايه قبل الوجبه، ان انا لو كنت متارجت اكل وليمه انا مش قادر اكل غير معلقتين، ومش زعلان، مش متضايق. دي اهم حاجه، ان انا مش محروم، انا مش مفروض عليا اكلات معينه. بالظبط، الناس كل ما بيبقى عندها كريفنجز او كل
كل ما بتحس ان هي محرومه كل ما الشره بتاعها بيزيد ناحيه الحاجه دي. تاني حاجه الكروميوم، الكروميوم هو معدن مهم جدا عشان بيظبط حساسيه الانسولين، يعني بيخلي حرق النشويات احسن، بيخلي الخليه تحس بالانسولين احسن. فلو انا عندي اعراض لمقاومه انسولين او انا عندي اعراض للسكر بيساعدني برضو ان الاعراض دي تقل، وكمان هيحرق معايا نشويات. يعني هو كمان مهم لمرضى السكر بالظبط. ما احنا قلنا اصلا القصه كلها في زياده الوزن اللي هي ممكن تجيب لي امراض تانية، فانا لما احل القصه دي هو هيحل لي باقي بقى الحاجات دي اللي بتيجي نتيجه زياده الوزن او السمن. اخر حاجه فيه هو فيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا عشان المناعه وعشان البشره، بس برده مهم عشان الفات اوكسيديشن او حرق الدهون. فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، بزود حساسيه الجسم للانسولين، بقلل من الوزن بتاعي، باكل بكميه اقل، بسد الشهيه بتاعتي، بتخلص تقريبا من اغلب المشاكل اللي البني ادم بيعاني منها وهو جاي بيبتدي دايت، او الحاجات اللي بتخليه اصلا مش عايز ان هو يبتدي دايت عشان خايف ان هو يتحرم من حاجه. هو عارف ان اكله اصلا كتير مش هيعرف يتحكم في الشهيه بتاعته او في كميه اكله، حاسس ان هو حرقه بطيء، فعارف ان هو لا ده انا باخد وقت على بال ما بنزل. فاحنا حلينا القصه دي كلها في برودكت واحد، واهم حاجه ان كل المكونات بتاعته طبيعيه، منتج واخد تصريح وترخيص من وزاره الصحه، موجود في الصيدليات، حاجه امنه ان انا اقدر استخدمها عادي كمان للاطفال من سن 12 سنه، لان السمنه مش بس موجوده عند الناس الكبيره، هي موجوده يعني كمان عند الاطفال بالظبط. فده هيبقى حل لازمه كبيره قوي موجوده عندي.